متى يمنع الصيام على الحامل والمرضع؟ بالنسبة للصيام العيالات الحامل واللي كيرضعوا، المرأة الحامل عندها ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى بروميير تريمستر وتروازيام تريمستر، الأولى والثالثة تكون فيها مرحلة تكون الجنين والنمو ديالو، وتكون تحتاج بزاف ديال المواد اللي موجودة في الدم ديال الأم ديالو. هذه المرحلة من الأحسن المرأة ما خصهاش تصوم، لان هي واخا تقد تصوم، ولكن نسبه السكري ونسبه المواد المعدنيه والفيتامينات كتنقص في الدم ديالها، دونك هذاك الجنين تيتاثر بصفه كبيره بداك النقص، وخاصه في اخر اليوم دونك تتعذبوا بزاف وكيكون خطر على النمو ديالو. دونك هاد بروميير تريمستر و ثوازيام تريمستر من الاحسن المراه ما تصومش. اما بالنسبه للشهور الوسطى يعني بين الثالث والسادس ست اشهر، هذا كتبقى على حسب كل مراه حامل والحاله الصحيه. الا كانت مراه عاديه الحمل ديالها، حيت الحمل ماشي مرض، الحمل سي انيتا فيزيولوجيك، يعني مرحلات الحياه ديال المراه. الا ما كانش عندها حتى شي مرض ديك الساعه يمكن لها تصوم، ولكن بعد استشاره طبيه، الطبيب ديالها هو اللي غياخذ المسؤوليه يقول لها واش تصوم ولا ما تصومش. داكوغ سي بون. اما بالنسبه للمرضع، الا قدرات تصوم، غير هي خاصها تناول كميات كبيره من الماء، لان داك الماء اللي تعطي الجنين ديالها عن طريق الحليب كيقدر يدير لها ديزيدغاتاسيون ولا تجفف في الدم ديالها. دونك هادوك يقدروا يصوموا الا قدوا يكملوا النهار. الا حسات بالعياء كبير ولا جاتها بحال غتسخف ولا شي حاجه، خاصها تفطر.